قد هم الوطن كل مسحور. هاي قولي قولي قول هالحاج احمد يقول، هاي قولي قولي قول الحاج احمد يقول. يا حد فرز تسمع الغلط فيني ترجع، صح اللي ينفع ولازم نلقى والحلول. هاي قولي قولي قول هالحاج احمد يقول، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا واخواتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج احمد يحييكم من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راهم في الغرباء نحييكم كاع ونرحبوا بكم في هذا الفيديو اللي نتمنى يكون فيه الخير للبلاد والعباد. مرحبا بكم خاوتنا في هذا البث المباشر، وسمحوا لنا على التاخير لا غالب، مشاكل تقنيه راكم عارفين، شويه استديو جديد وكاع مشاكل، والله لا هذا قلبوا لي هنا، سمحوا لنا خاوتنا على هذا التاخير. الموضوع نتاع الوزير المغربي راكم شفتوا، ولا على كل حال خلال الاسبوع هذا اللي فات ندار مجلس حقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان وين وين الوزير العدل تاعنا شارك في الـ في الـ في, الـ في الاجتماع تاع المجلس هذا، ولكن احنا لاحظنا واحد الامور لازم نهضروا عليها وما لازم نسكتوا عليها. في هذا في هذه القضيه خاوتنا المغاربه، كي نقول خاوتنا المغاربه يعني الشعب المغربي الشريف، الشعب المغربي الحقاني، الشعب المغربي المقاوم، الشعب المغربي الاصيل. راكم عارفين الحاج احمد باللي يكون لكم كل الحب والتقدير، ولما نهضر على قضيه المغرب مانيش نهضر للمغرب كوطن ولا كبلد ولا كشعب، راني نهضر على افراد في النظام المخزني. الله غالب كي يوصلونا، كي يوصلونا خاوتنا لازم نردوا على رواحنا، لازم ندافعوا على رواحنا. والشي اللي قال والله يا خاوتنا ما يعجب لا العدو ولا الصديق، ما يعجب لا العدو ولا الصديق. لماذا؟ الحاجة الأولى الوزير المغربي كيسموه يا ربي أمل وهبي، لا لا حاشم حي 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 أمل وهبي، يسموه عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي. هذا الوزير أخواتنا في مجلس حقوق الإنسان قبلوا على كل حال، كان تدخل تاع الوزير الصه باش ما يقطعوا الناس البث، صه يوني ايوا الوزير الصه، انا سكتنا على اليوتيوب، انا سكتنا ما قلناش، قلنا غير الصه يوني ايوا، كان التدخل تاعو وين هاجم الجزائر وانتقدنا، مش انتقدنا هاجمنا خلص. بو على كل حال هذاك الوزير الصه انا سكتنا وما قلنا والو يوني، هذاك كي هاجمنا نورمال يهاجمنا والله لا نورمال ليا، كي هاجمونا هذوك نعرف روحنا بلي انا ملاح، نعرف روحنا بلي رانا على الطريق الصحيح. او انت كيف هلكناهم ودرنا المصالحه الفلسطينيه وبغيتهم يمدحونا، اما ايش اللوجيك هذه؟ اما ايش اللوجيك؟ لا لا ايوا دروك هما كينتقدونا ولا يهضروا علينا ولا يخلطونا ولا نورمال، من حقهم راهم يدافعوا على روحهم، نعطوا لهم الحق، نعطوا لهم الحق. هاجمونا يا سيدي لانه احنا فارنا نهاجموا فيكم ورانا نخدموا ضدكم، وان شاء الله باذن الله تعالى نقضوا عليكم باذن الله، باذن الله تعالى. المهم لما ينتقدونا الممثلين تاع الكيان هذاك على كل حال جينا نورمال، ولكن موراه شكون اللي هضر علينا؟ نقولوا امريكان تهضر علينا نورمال، امريكان الدوله ذيك الكيان هذاك وليدها هي اللي صنعته. تقول الانجليز، تقول اسبانيا، اسبانيا عطينا لها الاخر هبطنا لها الراس تاعها، تهضر فرنسا، فرنسا فرنا قهرينها نورمال، يهضروا هذو عادي. المشكله شكون اللي هضر علينا؟ هضر علينا عمل وهبي، عبد اللطيف وهبي وزير العدل شكون؟ المغربي. كي نقول المغربي بين قوسين على كلمه مغربيه، بين قوسين نقول المخزني. ايوا
هذا هو زي العدل تاع المخنز اليوم ما نجي مليحش هذا لا 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 وزير العدل تاع المخزن هذا وزير العدل سيدي تبعوا معنا اشتغل تبعوا معنا غير وحده وحده باه كيما يقول لك خاوتنا المغاربه ما يزحفوش علينا هايوا تبعوا معنا ورا ذاك الفيديو هذاك هايوا هاوين هي ايوا ها ايوا ها هنا يا ودي صلغ على جيت هذا الفيديو لازم يبان ما هذا مش فاس ايوا خاوتنا هاو جا الفيديو تبعوا معنا اش تقال اتاسف ان يكون جزء من شعبنا واشخاص من جنوب الصحراء ما زالوا على شكل رهائن في دولة اخرى ويستغلون لخلق ازمة سياسية وازمة دولية تمس بالسلم والامن الدوليين. انا اتاسف كثيرا ذلك، ثم يتم تضييفها في قضية حقوق الانسان. من يريد ان يرفع شعار حقوق الانسان يجب ان يطبق اولا مبادئ حقوق الانسان على شعبه حينما يتظاهر، واحترام شروط المحاكمة العادلة، واحترام اكبر امكانيات المالية في النفط، وشعبه جائع يقف مصطفا في المحلات وفي الشوارع من أجل لتر من الزيت. أنا أتأسف ولا يعطينا أحدا دروس، ومن له بيت من زجاج لا يرشق الناس بالحجر. أيوة خاوتنا راكم شفتوا على كل حال اش تقال سي أمل وهبي عبد اللطيف وهبي هشتوه اش تقال على كل حال دقيقة تشوف أيوة هو اش تقال اختم التدخل تاعو قال لك من كان بيته من زجاج لا يرشق بيوت الغير ولا بيوت الناس بالحجارة. الحاجة الأولى احنا ما درناش بكم، الحاجة الثانية انت دارك ما يزغيز داج برك انت دارك ما يزغيز داج وقاعد كيما الذراري تلعب بالحجر وتقايس بالجوارين. شتوا خوفتنا لو كان دولة واحدة أخرى قاع بعيدة دخلت مورا ذاك الكيان اللي حضروا علينا نورمال. المشكلة جات في جارنا الغربي وشوفوا شتا يقول، يعاير فينا قدام الجناس ويقولك تديروا لاشان على الليترة تاع الحليب. الحاجة الأولى أمل وهبي عبد اللطيف وهبي بنصحح لك المعلومة وبكل فخر واعتزاز، احنا ما نديروش لاشان على الليتره تاع الزيت، لا لا راك غلط، احنا نديرو لاشان على 5 ريتلات تاع الزيت. هاي احنا كي تكون لاشان ويقول لك اميق اميق امي يشربوا في الزيت تاع الريتله ما نديروش لاشان، تجينا قليله. كي يقول لك 5 ريتلات نديرو عليها لاشان. هكا بنصحح لك المعلومه وضروك نعاود نروح لك لواحد الامور واحده اخرى ونعاود نجي للقضيه تاع الزيت. الحاجه اللي خلاته يهضر هذا الشيء انه هضر على حقوق الانسان، هضر على حقوق الانسان في المغرب، باللي حقوق الانسان في المغرب هاك كيفاه دايره، وحنا شتدرنا وحنا كوزاره وكان نظام مغربي وكذا كذا شتدرنا. كي تسمع للهضره تاعو وتقول خاوتنا في المغرب راهم عايش في لاسويس، راهم عايشين في لاسويس. هنا خاوتنا بين قوسين واحد الحمله داروها الكلاب تاع المخنس تاع المخزن فاتت الحمله تاع البنان اللي راكم شايفين الحمله تاع البنان. كاين ناس قال لك هذو مغاربه راهم يسبوا في الجزائريين. حنا ذاك الوقت دخلنا وقلنا ماشي الشعب المغربي يا جماعه، ماشي الشعب المغربي، هذه ماشي من اخلاق الشعب المغربي. الناس اللي راهي دير هذه هو المخزن المغربي والكلاب تاعو حاشاكم. وانا مقبل درت فيديو وقلت لمحمد السادس، قلت له شد كلابك، فاذا به كلاب تاع محمد السادس قاويين هو مش عصيهم من بينهم هذا امل وهبي عبد اللطيف وهبي. هنا نربط لك عطاو الدليل على ارواحهم، عطاو الدليل الثابت بلي القضية والحملة تاع البنان هذيك مورها المخزن المغربي. بما انه وزير تاع عادي، وزير هذا ما قالش مواطن عادي ولا عنده باجا ولا عنده موقع ولا وخلاص، هذا وزيره يا وهذا وزيره
يهدر وين في مجلس حقوق الانسان ويعاير فينا بالزيت، يسمى اللي عايرونا بالبنان، يسمى يا ولد الحرام انتم اللي دفعتوهم، انتم اللي مخلصينهم. شتو كي نقول لكم الشعب المغربي خاطي هذه الخدمه، كي نقول لكم صدقوني يا جماعه. المهم عطاو الدليل على ارواحهم، قلنا يهدر ويعاير في الشعب الجزائري بالريتله تاع الزيت. قبل ما يهدر هذه يهدر على حقوق الانسان في المغرب، وكانما خاوتنا في المغرب راهم في لاسويس. كي تسمع الهضره تاعو تقول راهم في لاسويس. نهضروا على من عادتي ما نهضرش لا 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 ما ندخلش في الامور الداخليه، ولكن مادام المغاربه خاوتنا نهضروا عليهم، نهضروا عليهم، نهضروا على حقوق الانسان في المغرب. يا سي امل وهبي، عبد اللطيف وهبي، شوف تبعني نعطيك واحد الصوره الا تعرفها. تبعني ايوا شوف هذه الصوره تعمل يا سي امل وهبي، عبد اللطيف وهبي، هذه الصوره تعمل كاين ما خاوتنا المغاربه لم يتبعوا يعرفوها مليح مليح. هذه الصوره تعمل هذه العائله شكون صح زيد وهبي. نعطيك الصورة هذيك، هذيك العائلة هذيك، وراهي الأخرى. أيوة ها هذيك العائلة، ها هي وينية هذيك العائلة، هذه هي. على بالي بلي وهبي على بالي بلي وجعتك، مازال مازال الخير القدام، مازال هاو الحجارة وكاع. أنت تقايس، أنت تقايس ديار الناس بالحجارة أوهبي، قايس ديار الناس بالحجارة. هذه الصورة تعمل، هذه الصورة على كل حال الناس تعرفها. على كل حال هي عائلة الجنرال أوفقير، هذه العائلة الصورة الأولى اللي وريتها لكم عندها أكثر من 20 سنة، وبعد 20 سنة كانت الصورة الثانية. هذه عائلة أوفقير وزير العدل المغربي المخزيني، المخزيني عفوا سمحوا لنا خوتنا المغاربة، ها وزير العدل المخزيني. هذه العائلة تاع أوفقير تثبت باللي النظام تاعكم في جهة وحقوق الإنسان في جهة. ليه هذه عائلة أوفقير هي الجنرال المغربي اللي دار، اللي حاول يدير، يقولوا حاول يدير محاولة انقلاب على الملك حسن الثاني، الحسن الثاني بغى يدير له محاولة انقلاب، وتم اغتيال هذا الـ هذا الـ هذا الـ الجنرال. على كل حال الله يرحمهم كاع، راهم عند خالقهم كاع الله يرحمهم والله يغفر لهم. تم اغتياله بطريقة بشعة. ولكن يا وهبي، العائلة نتاعو كان وليدو ذاك الوقت في عمره 18 شهر عام ونص، كاين بناتو اللي كانت في عمرها 4 سنين، كان لي 6 سنين، كان لي 7 سنين. اللي كانوا تهضروا على حقوق الانسان، اسره كامله اكثر من 20 سنه في الاسر، في الصحراء، في اسر، في واحد الحبس. لا اله الا الله محمد رسول الله. دخلوا الفيديو خاوتنا، دخلوا اليوتيوب وحوسوا عليها وشوفوا القصه تاعها. اكثر من 20 سنه يوميا يعطولهم باطا تاع الطون، هذاك الطون تاع العسكر، هذوك اللي كم شايفينهم باطا باطا. اكثر من 20 سنه ذراري مساكين، ذراري ذراري ولاد أوفقير والمرأة تاعو قاساو الأمرين. هذه هي حقوق الإنسان يا أمل وهبي، عبد اللطيف وهبي صح؟ تقول هذيك وقت الحسن الثاني، والحسن الثاني مات وحنا طورنا وطورنا حقوق الإنسان ومنا ما عليناش. نروح وسيدي لحقوق الإنسان تاعكم سيدي اللي تهدر عليها وتتفاخر بها في مجلس حقوق الانسان. نروحوا نشوفوا القوانين تاعكم، انت اللي درتها، انت اللي درتها السي امل وهبي، انت اللي درتها. على كل حال تبعوا معنا خاوتنا قوانين حقوق الانسان في دايره. والمواطن يكون دايز يدير، يمشي مع وحده ولا يمشي مع جوج، هذاك شغله انا خصني نحميه ما يقرب له حد. إلا ما جات المرأة اشتكت لك
وقلت لك الراجل اللي كيخون مع واحد من اخرى اش داك تمشي لعندهم اش بينك وبينهم الا جاب الله دار شي مصيبه داروها وما فراس المراه وما فراس الزوج ديالها ولا شي حاجه صافي داكشي داز راه الوزير الفلاني راه بالميو وهو من الاسلاميين وانت شغلك كيكون انت من اليهود اش دخلك انت في داكشي النساء ديالنا كيمشيو للبحر واخا كيعوموا في البحر راه كيشعروا بواحد الحميميه ديالهم كيفما واحد الاحترام ديال الذات ديالهم ها امل وهبي عبد اللطيف وهبي ولا كيف يسموك ايوا هذه هي عائلة أفقيرة سيدي فكانت عندها مدة سيدي وضروك وزير العدل تاع المخنز تاع المخزن هذا القوانين تدايرها هذا القوانين تدايرها باش خوتنا يعرفوا مليح شوفوا خوتنا تبعوا القوانين اللي دايرها اللي دافع على حقوق الإنسان الحاجة الأولى زادوا في الرسوم تاع التقاضي بصفته هو وزير العدل باش تروح ترفع دعوى قضائية ولا الرسوم زادوا لها الحياة كارثة من بناء المرأة المعنفة شحال لازم تخلص باش ترفع قضية ضد العنف اللي صرا لها تخلص 7000 درهم مغربي 7000 حاجة ثانية الخدام اللي طردوا مثلا خدام عند واحد وطردوا مول الخدمة طردوا حاوزوا ما طلوش حقوق تاعهم هذا الخدام المغبون مسكين باش يروح يرفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل تاعو شحال يدفع رسوم 7000 درهم كذلك تبعوا معنا مليح ها حقوق الإنسان اللي تداولوا أرضه واحد استولوا على أرضه واسيدي وهذه كاينة بزاف في المغرب هذه القضايا كاين بزاف منهم عند خوتنا المغاربة كاين ناس تحقر بالسلطة تاعها الناس قراب للمخزن المغربي لا المخزن المغربي يحقروا الزوالة يديرهم الأرض تاعهم هذا الإنسان اللي تداولوا الأرض تاعه شحال لازم يخلص باش يكون عنده حق باش يرفع دعوى قضائية مليون درهم ما أمل وهبي عبد اللطيف وهبي كذلك النساء تاع الطريق الله يهدينا ويهديهم ان شاء الله والله يعفو عليهم على كل حال هذا النساء تاع الطريق على كل حال نساء الهوى كما يقولوا في حاله ما جرات غلطه مثلا غلطه مع بهلا العائله راهم يتفرجوا فينا وكاع مثلا حرمه شاد لهم القانون تاعهم شاد لهم عطى لهم حق انه الراجل هذاك يقعد داير لها شهريه مده 21 سنه خاوتنا في المغرب ردوا بالكم وبعض النساء ردوا بالكم تامنوا ذا القانون خواتتنا في المغرب الشريفات ردوا بالكم تامنوا ذا القانون هذا راه يطمع باش يفسد الاسره المغربيه والمجتمع المغربي هذا من بين القوانين اللي دارها امل وهبي عبد اللطيف وهبي هذه حقوق الانسان هذه رانا في 2022 عائله أفقير الشيء اللي صرا فيها ماهوش نفس الشيء اللي راه يصرا في العائله المغربيه دروك بهذه القوانين الا انه الطريقه تختلف الاخرين درتوهم في الحبس بين اجينا للحبس ما وزير العدل المغربي تهضر على حقوق الانسان وتشرك في فمك افتحوا السجون المغربيه لوسائل الاعلام افتحوا ونشوفوا حقوق الانسان عندكم افتحوا السجون تاعكم نتحداك تفتحوا السجون تاعكم والسجون السريه راهي عندنا المعلومات كاين شرفاء من المغرب يمدوا المعلومه كاين سجون سريه فيها صحفيين فيها سياسيين فيها ناس كاين دعاة تعدين دعاة علماء ما طلقتهمش ليه ما بغاوش يمشون مع النظام المخزن ما بغاوش يمشوا معاهم افتحوا السجون المغربيه ونتحداك اللي تهضر على حقوق الانسان المهم خاوتنا هذا الوزير لا بون كي تفكرت واحد الحاجه يا سي امل وهبي عبد اللطيف وهدي قبل ما نهضروا على حقوق الانسان قبل ما تهجم على الجزائر وعلى الشعب الجزائري
نفكرك بواحد الامور، نفكرك بالملف تاع القرض اللي عطيته للشركه الاندونيسيه تاع البناء هذيك، تفكرك به؟ ها هذاك الملف هذاك، هذيك ما فيهاش حقوق الانسان. الناس واحد حوالي 500 عائله مغربيه راحوا لها دراهمها وراحت لها السكنه تاعها، والشركه هذيك دات الدراهم وراحت. من بعد انت درت روحك تدافع على صندوق القرض باش تبيعوا القطعه الارضيه، القطعه تاع الارض، ولا والاسر المغربيه راح لها حقها. هذه نفكرك بها. كذلك يا وهبي، كذلك نفكرك بالورث تاع خوفك شكونك له. نفكرك انا ندخل لك للكوزينه، انا ندخل لك للكوزينه. كذلك وهبي دعوه الشر تاع والديك نحكي لك عليها. زيد نروح لك ابعد من هذا، نحكي لك كيفاش راك عايش داخل الاسره نتاعك. على كل حال انا والله ما ندم ماش منعتي باش نروح للحياه الخاصه، بصح هذا كيفاش نفرض علينا. نحكي لك كيفاش راك عايش في الاسره تاعك. وزير زعما براتك يجي فايت كورتاز وعن هذو قدامك وكلاكسون واخر تحسب هذا. اقسم بالله العظيم يا المعيشه تاعو في الاسره تاعو، انا نهضر على الاسره تاعو، اقسم بالله ما يتمنها واحد. اقسم بالله يا خوتي ما يتمنها واحد. وما تخلوناش نوصلوا وين نكشفوا، خلينا هاللي بيتك من زجاج وقعد تقايس في بيوت الناس. يا سي وهبي هاد القوانين اللي درتها وتدعى بحقوق الانسان، زعما في مجلس حقوق الانسان، زعما انت كي كنت تحكي، زعما انت كي كنت تحكي حنا في المغرب وكذا وحقوق الانسان وكذا، اللي كانوا فماك الاوروبيين والامريكيين ومختلف الجناش، هذوك راك حاسب كانوا مامنينك. والله كيما نقول لك راك حاسب كانوا مامنينك، زعما تهضر من قلبك وكاع حقوق الانسان وحنا درنا ومشاريع وقوانين منا وكذا، زعما انت راك تقول واخا مولاي محمد السادس راه يشوف فيا وراني مليح وكاع. محمد السادس والله ما يشوف فيك مسكين، الله يشافيه الله يشافيه. اش تنقول لك؟ المهم راك حاسب ديك الدول راه مامنينك، زعما راك ظان باللي كانوا مامنينك وكاع. هيا بهلول انت، والله لا بهلول. الا كان حسبت باللي صح الدول كانوا مامنين، يا هذوك الدول هذو يعرفوك واحد الشات تاع الشام كيفاش يامنوك على قوانين حقوق الانسان اللي تهضر عليها. وباين سقسيك فيما يخص حقوق الانسان. انت كانسان راك تبوس يد الملك، اي ولا لا؟ انت كانسان الحاجه الاولى يا امل وهبي، عبد اللطيف وهبي، الحاجه الاولى انت تتوضا ولا تستعمل كارت؟ الا كانت تتوضا قبل ما تهضر على الشعب الجزائري لازم تتوضا مليح، والا كانت تستعمل الكارت لا مش من حقك باش تهضر على الجزائر، ها مش من حقك، ها ماكش من ديننا ماكش من ملتنا، ها انا كي درت في العنوان خائن راني جايك غير بالعقل، غير وحده حنا والله ما نتخلقوا. زيد بين قوسين في ديك الجلسه كاع على الدوله اللي هضرت قبلكم، الكيان الصو، انا ساكتين اليوتيوب ما قلنا والو، يوني ايوا هذيك انتقدتنا ومن بعد انتقدتنا حتى الناس كانت قارع الوزير العدل تاعنا اللي كان مشارك باه يرد عليكم، على بالك كيف رد عليهم الطبي هاو حقك، على بالك كيف دار لهم وزير العدل تاعنا دا الكلمه الناس كانت قارع، على بالك باللي فات عليهم طابي كيشغل كاع مكاش كيشغل هذا النظام المغربي كاع ما هضرش ولا كيشغل كاع مكاش. شت كي تكون فايت مثلا ينبح فيك كلب كبير ينبح فيك. احنا كلب كبير هو النظام الكيان الصه، انا ساكتين اليوتيوب يوني ايوا هذاك الكلب الكبير ينبح فيك، ومن بعد كاين واحد الجرو صغير كشغل يدفى بذاك الاخر يدفى بذاك الكلب الكبير يبدا لك هكذا. هذا امل وهبي عبد اللطيف وهبي هذا كيما الجرو الصغير تبع الاخر هذا مكان يا وهبي على بالك خلط في عشب وزنزل.
الشيء اللي قلت لك القوانين اللي قلتهم انا كنت نقول فيهم انت على بالك راح تكثر الناس تكذبني يقول لك كيف الحاج احمد منين جاب هذه الهضره والقوانين وكاعش منين جاب الحاج احمد موش فاهم موش قاري موش كذا منين جاب الصوالح خاوتنا تبعوا معنا نتاع واحد في المغرب كاين ناس شرفاء ما شاء الله تبعوا معنا هذا الفيديو على كل حال تبعوا معنا غادي مختار سبعوا معنا خوتنا ارجع اصبر ما جاش وراه ايوه وراه غادي مخططات خطيره تبعوا معنا خوتنا المواطنين فين انهم يولجوا للعداله زادوا في الرسوم ديال التقاضي المراه المعنفه ولا خصها تخلص 7000 درهم باش تدير شكايه ديال العنف ضد النساء المراه اللي باغا دير الطلاق بعد ما كانت معفيه من الرسوم ديال اللجوء الى القضاء في الطلاق ولا خصها تخلص 7000 درهم المحامي باش على انها على الاقل تستافد الاجير اللي طردوا صاحب العمل باش يلجا للقضاء خصو يخلص على الاقل 7000 درهم باش يمشي يطالب بحقه اللي داولو ارضو خصو يجبد على الاقل 1 مليون ديال الفرنك باش يدافع على الارض ديالو هاد المافيا اليوم تشرعينو لمنع المواطنين من اللجوء الى القضاء اللي هو حق الجميع وحق مجاني هذاك الوزير ديال من تحتيها وزير من تحتيها اليوم تيوجد مشروع قانون باش يمنع المواطنين من حقهم في الدفاع تصوروا فين وصلنا وزير العدل كيقول اللي خدامات في قطاع الفساد لا حملتوا من شي واحد غادي تبقاو تخلصوا 21 سنة بأجرة شهرية وكيقول هذوك اللي باغين يتزوجوا راه قبل ما تزوجوا غندوزو لكم واحد الامتحان نعرفوا لكم واش عندكم قدرة واش قادرين واش هاد ولد الحرام هذا وهذا باغي يشيع الفساد اليوم هناك حرب على الأسرة المغربية حرب على المجتمع المغربي حرب على الثقافة المغربية حرب على الهوية المغربية حرب على القيم ديال المغاربة حرب على الديمقراطية المغربية حرب على جيوب المغاربة كتقودها حكومة المافيا حكومة العصابة وشهد شاهد من أهلها حكومة العصابة حكومة المافيا حكومة اللي الدليل تاع الخيانة تاعها راهو أمامكم في هذا الصورة ويجي وزير العدل المخزني يتهجم على الشعب الجزائري وعلى الدولة الجزائرية ويقولهم الشعب يدير لاشان على الزيت على ريت لزيت نعم يا وهبي احنا نديروا لاشين على الزيت ولكن ما نخونوش الأمة الإسلامية نديروا لاشين على الزيت ولكن ما نخونوش الأمة العربية نديروا لاشين على الزيت ولكن ما نخونوش القضية الفلسطينية نديروا لاشين على الزيت ولكن ما نخونوش الأصالة المغربية نديروا لاشين على الزيت ولكن ما نديروش التطبيع ونصروا القضية الصهيونية ضد القضية الفلسطينية هذه هي الجزائر يا وهبي يا الخاين والله أعلق وصفق رائع وجميل الحاج أحمد